بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وحبايبي متابعين قناة سر الصنعة، أهلا بكم في فيديو جديد. طبعا احنا تعودنا ان قناتنا تبقى قناة منوعات وقناة متنوعة بحيث تقدم أكبر قدر من الإفادة، سواء في مجال الطبخ والأكلات، سواء في مجال الحرف أو الصنعة، سواء في مجال تربية الدواجن. إن شاء الله النهاردة هنبدأ كده مع بعض نعرف دراسة جدوى سريعة قوي قوي ومبسطة قوي قوي عن مشروع من أهم المشاريع التجارية، هو طبعا مشروع جديد على مصر ونوع من التربية جديد على مصر، بقالنا داخلين في حوالي مثلا 15 سنة أو 20 سنة بالكتير، لأن طبعا الصنف اللي معانا اللي هنتكلم عليه النهاردة هو طائر يعتبر أو هو أكبر الطيور على وجه الأرض. هو طائر استوائي، ومعنى كلمة استوائي يعني بيتحمل درجات الحرارة، لذلك هو ممكن يعيش في الغابات، بيتحمل البرد، بيتحمل أي شيء، وطائر مربح جدا، ولذلك عاد أصبح الوقت فيه مزارع كتير جدا جدا قايمة على هذا المشروع. المشروع أو الطائر اللي هنتكلم عليه النهاردة هو طبعا أفضل الطيور على وجه الأرض هو طائر النعام. والنعام هو في منه أنواع كتير، يعني 3 أو 4 أنواع. فيه نوع المرسال زي الصورة اللي فاتت، النوع اللي قدامنا النوع الأفريقي، ودي النوع الأسترالي، فيه الإيمو، فيه زي ما قلنا ده الأفريقي، فيه كذا نوع من أنواع النعام. النعام طبعا زي ما قلنا من المشروعات المربحة جدا، بس احنا النهاردة مش هنتكلم بتفاصيل، احنا هنتكلم نبذة مختصر. أول حاجة معنا كتكوت النعام. كتكوت النعام بيفقس من البيضة بعد 42 يوم، ولازم نستقبله على أرضية خرسانة أو أرضية جامدة وما يكونش فيها أي فرشة عشان ما يأكلش منها ويحصل له تعفنات في معدته. الحاجة التانية، النعام وهو صغير بيحتاج طبعا، أو هو صغير وهو كبير بيحتاج طبعا المادة الخضراء، فبنستعين بعد أو مع العليقة بالبرسيم الحجازي. النعام له ساقين قويين يتحملوا يشيلوا جسمه، وكذلك في موضوع الجري أو السباق له خفين، يعني لو بصينا رجل النعامة بنلاقي لها صبعين اتنين زي الحيوانات اللي لها حافر، ودي بتساعدها على الركض والجري. النعام زي ما قلنا بيقعد أول أسبوع ياكل بيض وكالسيوم، ونحط له دواء كالسيوم، اشرب بيض، أو البيض اللي هو طلع فاسد من مكنة التفريخ بنأكله له عشان يعوضه نسبة الكالسيوم. بنديله عليقة برضه بروتينها عالي جدا، بنستعين برضه ببعض الخضروات زي البرسيم الحجازي وخلافه. بتوصل معانا النعامة لعمر مثلا من شهر لثلاث شهور، بنبدأ نزود الكمية الناشفة أو الخشنة اللي هي العليقة. بعد شوية برضو بتزيد معانا النعامة في العمر والوزن، بنزود كمية الأكل. النعامة طولها، الطول الطبيعي للنعامة الطبيعية بيبقى من 1.8 متر، يعني 2 متر ل20 سنتي، وممكن توصل ل2 متر و70 سنتي. وزن النعامة ممكن يبدأ عندنا النعامة البالغة اللي ممكن تتذبح بتبدأ من 63 كيلو ل131 كيلو. سرعة النعامة يا جماعة بتوصل ل97 أو 98 كيلو في الساعة تقريبا، يعني درجة الحرارة بتحمل النعام درجة الحرارة حتى 50 أو 60 درجة مئوية، علشان كده احنا بنسميه طائر استوائي. وزن الكتكوت اول ما بيطلع من البيضة بيبقى من 700 جرام لحد كيلو، يعني في كتكوت يطلع 700 جرام، في كتكوت يطلع كيلو. بناخد معلومات بسيطة عن النعام. بيتراوح عمر النعامة، ودي كانت معلومة جديدة جدا بالنسبة لي، بيتراوح عمر النعامة
من 60 لـ70 سنة، النعامة بتعيش من 60 لـ70 سنة. في نهاية الدورة الحياتية للنعامة فهي وزنها بيصل قلنا لـ130 كيلو. عمر البلوغ عند النعام، عمر البلوغ عند النعام بالنسبة للأنثى بيبقى من 30 شهر يعني 2.5 سنين، والذكر 36 شهر يعني 3 سنين. يعني تبدأ النعامة تبيض لما يكون عندها 2.5 سنين، يبدأ الذكر يكون صالح أو قادر على تخصيب البيض في عمر 3 سنين. لكن طبعا احنا ممكن بنبيع النعام عند عمر 10 شهور. طبعا النعام منتج، بتربى الأول في أسر، والأسرة دي بتبقى عبارة عن ذكر و2 إناث، وبتحط في المرة من 15 لـ20 بيضة، من 15 لـ20 بيضة. بتكرر الموضوع كل شهرين أو 3 شهور، فيبقى إنتاجية النعامة في السنة من 70 لـ80 بيضة. إنتاجية النعامة في السنة من 70 لـ80 بيضة. منتجات النعام بقى، يعني الحاجات اللي بناخدها من ورا النعام، نمرة 1 اللحوم يا جماعة. لحمة النعام، هو لو بصينا للصدر بتاع النعام ما بنلاقيش فيه أي لحم، يعني الصدر ما بيطلعش منه لحم، لكن اللحمة بتتركز في الوركين، في الأوراق يعني. ولحمة النعام بتبقى خالية تماما من الكوليسترول، مفيهاش أي كوليسترول، بيبقى زي ما حضراتكم شايفين هو من أفضل وأجود اللحوم على الإطلاق. حتى لو طلع زي ما حضراتكم شايفين في الصورة، حتى لو طلع في شيء من الدهون بتبقى دهون بسيطة جدا، وطبعا الدهون دي بتتسيح وبتتباع زيت أو دهن النعام، مفيد جدا لآلام الفقرات وآلام العظام عموما. وبتبقى طبعا حضراتكم عارفين إنها بتبقى زيت النعام أو دهن النعام من أغلى أنواع الزيوت. كيلو زيت النعام بتباع من 100 لـ150 دولار حسب جودته. احنا قلنا طبعا انواع النعام زي ما قلنا، قلنا افريقي، وقلنا ايمو، وقلنا كيوي، وقلنا الراية، وقلنا الكازوري، دي كلها انعام، بس انواع نعام، بس احنا طبعا بنقول ان هي افريقي واسترالي والكلام ده. من منتجات برضو النعام اللي احنا بنحصل عليها اللي هو الجلد، جلد النعام طبعا مفيد جدا، من اجود انواع الجلود على الاطلاق، وبتعمل منه طبعا منتجات كتيرة زي الشنط، زي الاحذية، زي جرابات الموبايل. المنتجات الجلدية كلها طبعا بنحصل عليها من جلد النعام، ودي طبعا بتبقى من اغلى انواع الجلود. حضراتكم شايفين المنتجات، في طبعا بتبقى منتجات، احنا قلنا اللحوم وقلنا المنتجات الجلدية. بعد كده بنتكلم على ريش النعام، وريش النعام طبعا بيتصنع منه المفروشات والخداديات وبعض البلوزات والجونتات والحاجات دي، ودي طبعا بتبقى حاجة غالية جدا وباظت الثمن. اخر حاجة معانا في المنتجات اللي هي البيض. بيضة النعامة بتبقى حوالي 1.5 كيلو، فالبيضة اللي ما بتطلعش ما بتفقسش، بتقعد طبعا في المكن التفريخ 42 يوم وما تفقسش، فديا بتتحول لتحف فنية رائعة، الناس بتنحتها وترسم عليها، وبتبقى غالية جدا. الريش يا جماعة بيتباع كيلو الريش من 250 لـ750 جنيه، 250 لـ750 جنيه كيلو الريش، حسب برضه طوله وجودته ونظافته. النعامة بتديلنا وزن، احنا قلنا في البداية من 63 كيلو لـ130، فاحنا طبعا بنتكلم على موسم التسويق اللي هو ان النعامة تقعد عندنا 10 شهور، فبتوصل
مفترض من 90 كيلو لمية وعشرين كيلو، وبتدي زي ما قلنا في الموسم من 70 إلى 100 بيضة، بتبقى نسبة التخصيب فيها ممكن من 60 لـ70%. اعتقد ان احنا كده نكون اتكلمنا بفكرة بسيطة وموجزة عن النعام. في نهاية الفيديو بشكر حضراتكم، وما تنسوش التفاعل مع الفيديوهاتنا، تعملوا لايك وشير للقناة واشتراك في القناة وسبسكرايب يعني، وقولنا في الكومنتات ان شاء الله لو الموضوع عجبكم نتكلم فيه باستفاضة، بحيث نعمل دراسة جدوى شاملة نتكلم فيها عن كل شيء يخص النعام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.